ان انا اسيب حاجه دي بالنسبه لي نقطه كريم مش منطقيه، حتى هي غير اخلاقيه. يعني تخيل لو انت لما بنيجي نلعب تنس طاوله مثلا وانت بتقولي لا معلش سيبني، وانا اقول لك بقى ما سيبني يعني سيبني شوط سيبني شويه سيبني شوط والنبي. انا اعتقد يا كابتن اسلام ده اعتقد نتاج او موروث لسنوات كتيره تم تصدير في وجهه نظري في يعني في الثمانينات والتسعينات فكره يا جماعه زي ما تدي للاهلي ادي للزمالك، زي ما تدي للزمالك ادي للاهلي، نشوف مين عالي. لا انت هنا بتعلم الناس بشكل غير مباشر ان هو ما يجتهدش، ده امر خطر جدا. حتى شفناه في الفتره اللي جه فيها مانويل جوزيه وغير الكوره. يعني جوزيه جه قال لك مثلا يعني ايه اكبر مشكله عندكم يا جماعه؟ والله يا كابتن مستر جوزيه احنا اكبر مشكله عندنا لما بنروح شمال افريقيا بنتعب مع الناس دي. يجي قال لك خلاص اوكي انت مشكلتك في الحته دي نفسيه اكتر منها فنيات، لانهم اصلا لعيبه شمال افريقيا فعلا ما عندهمش يعني فروقات فرديه عنك كتير. وبالتالي مع وجود بطوله زي دوري ابطال العرب في بدايه الالفينيات مروحنا كتير في بطوله دوري ابطال العرب وفي بطولات افريقيا، خلانا نعتاد ان احنا نلعب الناس دي كتير بدل ما كنا بنلعبهم مره كل 10 سنين، فكنا فعلا بنروح ما يسمى بالعقده المغربيه في الوقت ده. فانا اعتقد بوجهه نظري المشكله في الحته دي جت منين؟ الحته دي جت من حته ان لا زي ما الاهلي بيكسب طب نكسب الفرق الاخرى. حتى النادي الاسماعيلي جه فتره دخل في المنظومه دي وبدانا نتكلم في حته ايه مثلا زي ما الاهلي ياخد الزمالك ياخد والاسماعيلي ياخد، ده حتى الشعبيه متساويه بين الثلاثه. عارف كده الاسلام ايه الملف اللي جه وقف الناس كلها على الارض؟ ملف الرعايه. ملف الرعايه لا يا اخي، مصل الرعايه دي حاجه ثانيه. لا الرعايه دي اول حسن بقول لك والله الاهرام لا 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 ملف الرعايه والله بجد هو اول ملف فعلا دخل الرياضه وعرف الناس كلها شعبيا بين الفرق في الشعبيه من كل الفريق. وهنا بقى مين اللي بيفصل؟ الراعي. بدليل نادي الاهلي لما جه قال انا هبيع لوحدي، انا مش هبيع مع الانديه انا هبيع لوحدي، خد ثمن. نادي الزمالك لما لقى نفسه مع بيت الانديه ما خدش نفس ثمن بتاع النادي الاهلي، قال لك ايه انا هبيع لوحدي. اوكي لما راح يبيع لوحده ما قدرش الرعاه قال لهم انا عايز زي ما الاهلي خد، قال له لا مش هقدر ما اقدرش اديك. فهنا بتتكلم في انك بتتكلم في بيزنس، في بيزنس واضح مين اللي بيحدده؟ الراجل بيدفع فلوس. ما انتش ينفع تقول للراجل بيدفع فلوس والنبي ادفع لي عشان انت بتحب، لا ده هو الراجل النهارده هياخد من البيزنس بتاعه عشان عايز الفلوس دي، لو هيدفع 10 جنيه ترجع له 100 تجيب 100 جنيه والا هيخسر. فهي دي ده اكل اول ملف يحط الناس كلها على الارض. طب احنا النهارده عايزين نعلم الناس ايه؟ لا انا عايز اعلم الناس ما يعني ايه ما تقومش وتركب اخوك، لا اخوك لازم يشتغل ويجتهد ويتعب ويركز مع القماشه بتاعته هو عشان يبقى كويس. ده اللي نتعلم زي النهارده بنتكلم على الالعاب الفرديه، اتعب واجتهد يا عمر عشان بكره تكسب بطل الصين المصنف رقم 2. لكن احنا مش هنقعد نقول لبطل الصين والنبي سيب لنا الماتش بكره عشان دي اول مره احنا نوصل، لا عشان احنا 100 مليون فعايزين بكره عشان ندعي لعمر كلنا عشان دي اول مره هنوصل. لازم احنا في رسالتنا الاعلاميه نعلم الناس اهو من النادي من قناه الاهلي لكل الانديه في مصر اجتهد. ممكن كابتن طارق العشري جه في يوم في سنه 2006 وراح كان هو مدير فني لحرس الحدود نادي بينافس الاهلي، وراح قايل للناس يا جماعه بعد اذنكم انا رايح بكره النادي الاهلي، رايح تعمل ايه يا كابتن طارق؟ تشير لعيب؟ قال لهم لا انا رايح اعمل معايشه مع مستر مانويل جوزيه عشان انا عايز اخد اتعلم من اللي هو بيعمله مع فرقه الاهلي. كابتن طارق العشري لما وكل كثيرين من الاعلاميين انتقدوه ازاي وبتاع ده منافس ليك وهو الاخر، الراجل من ساعه ما عمل الحركه دي بدانا ساعتها افتكر كابتن العشري خد نادي حرس الحدود بدا يلعب بيه في افريقيا وبدا وخد بيه كاس مصر وحتى كسب النادي الاهلي في السوبر طبعا المصري في كذا مباراتين، مره بضربات الجزاء ومره 2-0 في الكليه الحربيه. والنادي الاهلي هو ساعتها احنا ما زعلناش، والنادي الاهلي كان هو اللي يعني ايه هو اللي خد الكورس عندنا ليه خد كورس عندنا وكسبنا بعد كده، ما عندناش مشكله خالص. انت بتعلم الناس ودي واحده من واجبات النادي الاهلي كنادي كبير بيعلم الاولاد الصغيرين وبيعلم كل محبين الرياضه يعني ايه رياضه. هو ده المفروض يتقال للناس، مش النهارده النادي الاهلي هو النادي الاهلي كسب التاج الحربي يا كابتن اسلام باي مساعده؟ طب احنا الماتش كان عادي جدا في ايه يعني يا عم ده إيه مساعدات كتيرة جدا يعني السؤال ده حتى الجون الجون الثالث ما جاش في الدقيقه 96 ولا 95 ده جه في الدقيقه 93 وشويه ثواني. فالنهارده حتى يعني الكابتن محمد معروف لو كان حسب 4 دقائق وقت بدل ضايع كان النادي الاهلي هيكسب، الجون الثالث
جه في الدقيقه 93. فاللي انا عايز اقوله ان احنا عايزين نخرج من فكره اصل هم عاملين يفرحوا كتير. طب ما هم عشان تعبوا، ما هم بيفرحوا كتير. وفي حاجه نقطه مهمه جدا، هو على فكره في جزء من الانتصارات دي راجع لربنا سبحانه وتعالى على فكره برضو. يعني احنا ما خدناش هي كل الانتصارات راجع على ربنا يعني يا رب سبحانه وتعالى برضو بيدي مجتهد. يعني انا لازم اجتهد الاول. يعني في النهارده فرق ما بين التوكل والتواكل، صح؟ احنا دي حاجه متعلمه.